حنوت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونيستي انا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونيستي مرحبا بكم شكرا لكم تحية أكبر مجموعة The Brothers أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل فيما كنتوا على الوطنية الثانية في مدرستي برنامج يعنى بصيانة وتهيئة المدارس اللي هي كما قلنا وباقي نقولوا في أمس الحاجة إلى تدخل عاجل في قلب العاصمة وإلى حتى في الجهات توانسة إيه نعم يا توانسة فيما كنتوا في تونس ولا في خارجها احنا ماذا بينا كان تكونوا فاعلين معنا وتدعموا المدارس اللي باش نتطرقوا لها ونعالجوها في كل حصة وسائل الاتصال الموضوع على ذمتكم على امتداد ساعة ونص كل سهرة ثلاث لسمس حتى لو كان SMS فارغ واحد ينجم يبدل أحياة ووضعية مدرسة مدارسنا ووليداتنا وإلا عن طريق الريب وإلا عن طريق حتى التليفون أهلا وسهلا ومرحبا بكم نحب نذكر أنه البرنامج بشراكة مع وزارة التربية وأنه عاد المنفذ موجود معنا في الكواليس لمتابعة هالحسابات والفلوس والتليفونات وبالتالي الأمور الكل في نصابها وبكل شفافية وأمانة المدرسة اللي باش نخدم عليها الليلة هي مدرسة 20 مارس السيجومي شنو وضعيتها شنو احتياجات التلامذة والمؤطرين اللي فيها هذا الكل ما تنجموا تعرفوه كان من خلال الروبورتاج وراجعين مرحبا في مدرستي
أسست المدرسة عام 1981، مرت عليها عديد من الأجيال، وبمرور الزمن أني وقع الاكتظاظ بصفة غريبة. تعد المدرسة هذه توا 1284 حسب إحصاء 15 أكتوبر، وهي توا ماشية حتى 1300 تلميذ. بالنسبة عدد الأقسام 34 قسم، القاعات 17 قسم، تقريبا ما يقارب 40 حتى 45 تلميذ في القسم. الاكتظاظ وصلنا باش انه حتى قاعة الإعلامية ولينا ندرسوا فيها، ولت قاعة تدريس وتوا الأجهزة في الكريدل. بالنسبة عندنا التواليت معناها فيها ستة بيوت ما بين أولاد وبنات، ثلاثة بنات وثلاثة أولاد، زوز سباب ما بين بنات وزوز سباب ما بين أولاد. القاعات في حالة سيئة، 12 جانفي مع الساعة 12 كان المعلم في قاعة عدد 2 يدرس، ثم خرجوا التلاميذ إلى الرح. إثر الخروج مباشرة سقف طاح. بالنسبة للمشاكل اللي عندنا في المدرسة، عندنا مشاكل عديدة تتمثل أساسا في نقص في عدد العملاء اللي هم مكلفين بحراسة المدرسة، مكلفين بتنظيف الأقسام والقاعات. هذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية بالنسبة لي أن قرية علوم، بالنسبة للعلوم تطلب تجهيزات خاصة وسائل علمية في الإيقاظ وفي الهندسة، وسائل علمية تكاد تكون منعدمة. أنا كذلك بلاقي حاجة هامة جدا هي الطباعة. احنا مو طالبين باش نعملوا تقييم كل آخر وحدة أو كل آخر فترة. كل معلم عنده 80 تلميذ في الأقسام لازم يطبع، وعنده ثلاثة مواد، عنده 80 في 3 240، على الأقل 240 كوبي يلزمها تتطبع في كل وحدة. زادة. إذا تحب تعاون المدرسة الابتدائية 20 مارس سيدي حسين السيجومي بالعاصمة، معليك كان تبعث SMS على الرقم 85333، وإلا تتبرع مباشرة على الحساب الجاري التالي. وتحيا المدرسة على الوطنية الثانية. نموت على مدرستي، هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي، نموت على مدرستي، هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي. جانينكم تحية المدرسة على الوطن يا فينيا. ما بعدنا، خلينا نستقبلوا السنة أولى. إيه ما بعدنا، كفو منال عبد القوي، مرحبا. مرحبا. سنة أولى ب، سنة أولى إيه؟ نستقبلوا السنة أولى ب أنيس الطيب منال سيريا. منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى يجينو يوم وينام،
دينا بقوه. مرحبا منال، مرحبا كفو، مرحبا انيس، مرحبا مونيك ان سيريا. بونجور بونجور بونسوار، مرحبا، اهلا وسهلا. المكتب احنا المكتب الصباح، حبيت اي صباح سي فغي. الليله على الوطنيه الثانيه حبينا نلعبوا مع بعضنا باش نحاولوا انما بعضنا نربحوا هالمدرسة هذه أكبر مبلغ مالي يجم يرجع لفائدة التهيئة نتاعه. وكنا نشوفوا في الوضعية الهشة نتاع المدرسة 20 مارس بسي جومي، تليفون لا سماس وحتى ريب على زميلكم. مرحبا، نعرف أنه في كل سنة دراسية فما ثلاثة تريمستات، باش نبداو بالتريميسة الأولى. وقبل ما نبداو بالتريميسة الأولى نعرفوا اللي فما فترة امتحانات، وماذا بينا كان مع بعضنا اليوم باش نراجعوا المحفوظات، على خاطر نهار الثلاثة الجاي عندكم امتحان في المحفوظات. والمحفوظات نتاع اليوم، المحفوظات نتاع اليوم اسمها الولد المهذب. كل واحد باش يراجع، وما بعضنا باش نراجعوا شويه المحفوظات قبل ما ندخلوا في التميسه الاولى. وشكون اللي ما يتذكرهاش، وشكون اللي ما يتذكرهاش المحفوظات هذه؟ ما بعضنا نبداو بالفريق نتاع منال وكافون. ماذا بيا كان ما بعضكم مثلا منال تبدا انا ساعه خليني نتنفس، خاطرني انا انسانه تلميذه مشاغبه برشا. حاب اقدم تحيه بعد اذنك، انا تعرفوني كالعاده جميله وانيقه من عند ربي، وما نسحقش في قولك لماذا، خاطر حقيقه وناس كل تعرفها. مي ميرسي فوالا الناس تعرف الحقيقه. حاب اقدم تحيه لصالون صافي نجم بنزرت مدام منى بكوش ومدام دنيا بن علي اللي اشرفوا على حلاقتي ومكياجي وجمالي، وسنتر لمسات اظافر لمسات حنان كيف كيف اللي عملوا لي برشا فازات مزيانه، وانا مزيانه من عند ربي مره اخرى. ميرسي باغ لا ميم اوكازيون، باغ لا ميم اوكازيون. وقسم احلى زاد عادل الجمال الكل هنا. حتى انا حبيت نقدم تحيه لسنتر فلور دو ليس، كان عجبكم شعري ومكياجي تنجموا تمشيوا لفلور دو ليس مونسيون سبيسيال امل. انا زاد نحب نعدي تحيه كبيره، حبيت نحدد التحيه اللي بيتبانوا عليها. لا 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 ما تقطعوش، ما تقطعوش الكلمه على المعلمه. انا زاد انا بيتبانوا متعدى والمرايه مريخ. لا انا باش نقدم تحيه لاقوى فريق تاعهم تيتار كباري. انا باش نقدم تحيه لصاحبي خويا دودو كواف. وانا نحب نعدي تحيه كبيره للسنتر فلور دو ليس اللي زادت لها بالحلقه والتجميل. ديجا دينا رابحين دو كونتر ان. ربحينكم ولا بلاش ربحينكم؟ هيا نبداو كما قلنا باش نعملوا مع بعضنا مراجعه، على خاطر ما تنساوش فتره امتحانات، والثلاث الجاي عندنا امتحان في المحفوظات. المحفوظات الكل نعرفوها وتربينا عليها، الولد المهذب. ونبداو معكم انتم سنه اولى منال وكافون، ما بعضكم تعملوا إلقاء للمحفوظات هذه على طريقتكم والطريقة المثلى والطريقة الممتازة هي اللي بتسجل النقطة في بداية المشوار هذا. الكلمة ليكم، وحضروا روحكم مليح مليح. ما بعضكم يبدأ هو وناخذ عليه هنا كما تحبوا على طريقتكم. يلا هاي كافون. يلا أنا الفتى النظيفو مهذب لطيف، أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاح، فأغسل اليدين والوجه والرجلين وألبس ثيابي وأحمل كتابي بهمة وعزم لأحفظ العلوم والخلق الكريم، سأنفع بلادي بجدي واجتهادي. مصطفى عزوز نظيف مهذب لطيف. وش قولكم في السنة الأولى؟ مازال هكا هكا سمعوني أحرار تجمو تقوم. أي تشجيع لمنى السيري والفريق السنة الأولى ب أنا الفتى النظيف مهذب لطيف إلى الفلاح وأغسل اليدين والوجه والرجلين وألبس ثيابي وأحمل كتابي، أسير نحو القسم بهمة وعزم لأحفظ العلوم والخلق الكريم. لأحفظ العلوم والخلق الكريم سأقصع بلادي بجهدي واجتهادي. ما تنساش أنتم فريق معزز. انا عندي فكره، نلعبوا على روحي
السؤال الأول يقول الكل كي كنا صغار عندنا برشا غنيات مغرومين بهم ثم شي تونسي ما غناش في صغره شكلي شكلا لا 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 لا, 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 لا. حسب رأيكم الاقتراحات الموجودة كإجابة فاتومة سراقة مريومة سراقة وإلا حلومة سراقة ما بعرفكم تتناقشوا تعطيوا جواز نقول ولا اكتبوا لي سنة نبداو بهم فاتومة سراقة فاتومة بيان سور ذات عملت لي اغنيه زمان نقطة غنيوها لنا غنيوها لنا نبدا انيس غني لنا مقطع شكلي شكلا لا 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 فاتومة سرقة سرقت لي كبوتي شريهو لي باغا من تونس الخضراء كفو مني كفو شكلي شكلا غنيتها في صغرك ولا؟ غنيتها في صغرك وشكون ما غنيتها؟ أمانة تونا بقى أكيد أكيد كيفاش كنت نغنيها خاطر ما تقعدش في الوطن شكلي شكلا لا 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 يلا رجعت نفس اللغة العصا لمن عصا شكلي شكلا لا 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 رجعت نفس اللغة العصا لمن عصا منال احنا عندنا بعد سياسي سامحني معناها عندنا بعد سياسي وننقدوا عندنا حاجات كيف قوية رنا منال قولي احنا نسم ليه سمعني قلت لي عندي طريقه استثنائيه ليه وقت اللي كنت صغيره ونغني شكلي شكلا ليه ليه عادي نغني احنا نقول اكيك شكلي شكلا معناها ننزلوا على الاه احنا خاطر عندنا جذور ايطاليه فهمت شكلي شكلا حتو ما سرقا سرقت لي كابوتي فهمت انتو نسير خضراء عندنا خاطر عندي جدتي عيشه ما معناها ما مات تقولوا انتو اصلا طلياني دونك علاش نركزوا على الاه باهي نتعداو للسؤال الثاني ويقول ونحب نذكر لهنا زوز نقاط مقابل زوز نقاط المنافسة ماشية بالتوازي بالضبط اللعبة ما زالت موجودة والسؤال الثاني يقول ركزوا مليح توزر معروفة بلباسها التقليدي أشهرها عند نساء الملحفة السوداء أو الملحفة الكحلة وكل ملحفة عندها اسم شنو هو اسم الملحفة اللي يلبسوها البنات في توزر شنو هو اسم الملحفة اللي يلبسوها البنات في توزر بربي حذروا مليح اللوحات وعندكم لي كريون نوار باش تكتبوا الأجوبة باش نعطيكم دي بروبوزيسيون ما نحب نعطي ملاحظة أن وراهم تلعبوا كإيكيب وبالتالي لازمكم تتشاوروا مع بعضكم وتعطيوا جواب يمثل كل فريق سنة أولى أ ثم سنة أولى ب الاقتراحات سنين الفار كرع الدجاجة هز وارحل الملحفة الكحلة اللي موجودة ومشهورة عند النساء في توزر ثلاثة اقتراحات سنين الفار كرع الدجاجة هز وارحل ومحلها اللبسة التقليدية فين ما كانت في 24 ولاية من ولايات الجمهورية نبداو معكم منى وانيس ترفعوا الالواح وتعطيونا الالواح هز وارحل هز وارحل بالنسبه ليكم انتوما كرع دجاجة كرع دجاجة هز اللوحه كفو ليه معاها انا مش قلت ليه ليه عندك اللوحه نتاعك نسيت هزوا الالواح وتعطيوا الاقتراحات كرع دجاجة كرع دجاجة هز وارحل هز وارحل للاسف الاجابه خاطئه سنين الفار على خاطر الاجابه الصحيحه هي سنين الفار ويعتبر اللحاف الاسود في ولايه توزر شكل من اشكال اللباس التقليدي يعبر عن خصوصيه الجهه واسمعوا مليح مليح الجدايه هذيا ما سمعتيش لا انتبه وركز مليح مليح كنت نفسخ في اللوحه خالد الملحفه السوداء والا اللحاف الاسود في ولايه توزر شكل من اشكال اللباس التقليدي والملحفه الكحله نوعان الكل فما رمزيه الاول يتوسطوا خط ازرق علامه على المراه المعرسه والثاني يحتوي على خط ابيض ويرمز للفتاه العزباء لان نحب نذكر بسكور وماذا بيا كان المنافسه تكون اشد ونلعبوا اكثر ونضحكوا اكثر باش نحاولوا ان نربحوا اكبر مبلغ مادي لفائده مدرسه ابتدائيه او المدرسه الابتدائيه 20 مارس بالسجون تفضل اما كرع الدجاجه عندنا احنا في الجنوب الشرقي ملحفه منقوشه بكرع الدجاجه سي بور سولا معناها سا اكزيست راهي موجوده اي موجوده قربت شويه ثلاثه هكا قربت شويه
ثلاثة بالضبط. نتعداو للسؤال الثالث، غنية الهادي السملالي ومحلاها الغنية تقول عندي وليدي يا حذار كاين نشرارة من نار، مشى في بالي عملها فار، الاقتراحات ركزوا مليح واكتبوا الإجابات على اللوحات، طلع لي أبهم الحمار حشاكم، طلع لي خف من الفار، وإلا وين كان مخبي هالخنارة؟ كنتوا تسمعوا الهادي السملالي؟ أنا نسمع، أنا هذايا نعرف هالغنية هذي. هاي سي كمان شاورتوا مع بعضكم على الاقتراحات. ستي حتى احنا كملنا. هاي كملتوا. يلا الالواح. طلع لي أبهم من الحمار. أبهم الحمار. تا 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 ماني فاهم انت بعد ما رسمت اما خاطر هي صحيحه لا ترى انت صحيحه هاتوا تكلمت انت انيس كملي كملي سمعني المقطع هذا كيفاش عندي ولدي يا حضار كاين نشاره من النار عندي ولدي يا حضار كاين نشاره من النار عندي ولدي يا حضار كاين نشاره من النار عندي ولدي